السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والرحمة والعافية. اليوم راح أحكي لكم قصة أو سالفة. هاي السالفة قديمة ومرت علي في يوم من الأيام، كتاب جاي صفحة هيك قريته، مرت عليها القصة وبقت ببالي. خلنا نسمع هاي القصة، حلوة كلش حلوة وبيها فائدة. يقول لك في يوم من الأيام أكو تاجر كبير، إلى معارف وإلى أملاك كثيرة، عنده ابنه الوحيد. هذا ابنه قال له: بابا أنا هم أريد أصير تاجر مثلك، وأريد أسافر وأروح وأجي بالبلدان وأريد أستكشف. قال له: بابا ما يخالف، ولا هو قلبه خايف عليه، خايف على ابنه. المهم الابن تجهز، كان بذاك الوقت السفر للتجارة عن طريق البحر، فركب بالسفينة وراح. شهر، شهرين، سنة، سنتين، ثلاثة، الابن اختفى، اي خبر من عنده ماكو ولا رجع لابوه. فالابو حقيقه الابو كلش ظل قلق على ابنه، وشلون نقول ظل يلوج. افترت الايام، راحت الايام، فديوم من الايام بالليل اندق الباب، عنده قصر، وهذا التاجر عنده قصر عملاق وكبير. اندق الباب بالليل، نزل فتح الباب، كان عنده خدم وكذا، بس كانوا نايمين ما قعدوا لهذا الطارق. فتح الباب لقى امراه مسكينه. هاي الامرأة المسكينة قالت له: من أرزقني مما أنطيني مما أعطاك الله من هالحكي هذا. فش سوى؟ راح طب للمطبخ، لقى كسرة خبز صغيرونة، شالها وطاهية، وتاجر عملاق. بس شنو؟ ومن انطاها هاي كسرة الخبز نوى في قلبه، قال: إلهي هاي كسرة الخبز أنا راح أنطيها بسلامة ابني. لحد الآن الأمور تمام. راحت المرأة، ورا فترة كم شهر، وإذا الابن يرجع. فالمهم الأبو احتفى بي واحتفل بي وسوى عزايم وروحة وردة وناس قاعدة. فش قال له؟ سأل ابنه محفل ناس قاعدة، قال له: شنو أعجب شي بسفرتك هاي اللي رحت بيها ورجعت؟ تتذكرون كان قبل يسولفون طائر الرخ والسندباد يسولف علينا، مدري صديق مدري كذي. المهم فقال له: أنا كلهن كتر، وأكو مرة صارت بي حالة فد موقف، هو هذا اللي حقيقة أنا متعجب من عنده. قال له: شنو؟ قال له: أنا بالسفينة وياي البضاعة وياي التجار وذول البحارة، ضربتنا عبربنا إعصار، تكسرت السفينة، فأني مكلب بخشبة. من مكلب بخشبة الموج ياخذني صعدني يشمرني لفوق ينزلني لجوه، وإذا ما أحس إلا فتشيء اختطفني من البحر، وما أحس نفسي إلا على جزيرة. هسه شنو خطفني شنو هو ما اعرف. فحدثني هذا اللي خطفني، قال لي: قل لابوك هذه بالكسره التي اطعمتها لتلك المسكينه، ولو زاد، يعني قل لابوك ولو زاد لانزلتك على سطح دارك. اعيد، ايش قال له؟ يعني هذا كانما الملك او المسخر من الله سبحانه وتعالى، ايش قال له؟ قال له: هذه يعني انقذتك اني بالكسرة، يعني بمقابل الكسرة، كسرة الخبز اللي انطيتها لذيك المسكينة، ولو زدت، يعني يا الأبو ولو زدت لأنزلتك على سطح دارك. فاستغرب، قال له آني صحيح، سأل على الوقت، قال له: آني صحيح في ليلة بتلك هيك ليلة شتائية بذيك الليلة الشتوية، آني صحيح أطعمت امرأة كسرة وهيك نويتها. قال له: هذا الله سبحانه وتعالى طلع هاي. هسه بغض النظر عن هاي القصة، هل هي صحيحة، هل هي مستوى صحتها، هل هي خاطئة، هل هي بها مبالغة، الفكرة اللي يريد ناخذها، الفكرة اللي يريد ناخذها على أنه الإنسان يجب أن يعطي، لأنه العطاء بشق. الشق الأول أنه أنت عطاء لله سبحانه وتعالى، أنت فكر من تعطي، دائما تفكيرك أنه أنت تعطي لله سبحانه وتعالى، ما تعطي للبشر. من تفكر أنه أنت تعطي لله سبحانه وتعالى راح تهون عليك هواي أمور. هواي ناس شو تفكر؟ يقول لك: والله أنا ما يستاهل فلان أنطي، ما يستاهل فلان المشورة، ما يستاهل فلان أحكي وياه، ما يستاهل مدري إيش من هالسوالف هذه. أو أنه أنت تعطي الواحد هذا ما يستاهل هذا ما. المهم العطاء لله سبحانه وتعالى. والشيء الثاني، لا تستقل العطاء أبد، لا تستقل، لأنه يقولوا لا تستقل العطاء فالحرمان أقل منه. يقول أي شيء عطاء تنطيه فالحرمان أقل منه. طيب اليوم نروح هسه على العطاء، إحنا فكرنا وين يروح؟ العطاء دائما عطاء مادي، فلوس نشيله ونعطي فلوس، لكن هو بالواقع هل انه العطاء دائما عطاء مادي؟ جواب لا، العطاء اشكال، واحد منا المادي، واحد منا
مثلا راح اخذه عشوائيا مو على اساس الاهميه، مثلا واحد يمشي ويزرع البسمه في قلوب الناس، مبتسم يشيع روح الايجابيه عطاء لهم وعطاء، يعني وين واحد يجي وجهه ما يقص الطبر، يلعب نفسك من الصبح بالدوام، يلعب نفسك بالشارع مكفهر ما ادري ايش، وين واحد مبتسم يخليك انه دائما الثقه بالله سبحانه وتعالى وثقته بنفسه وثقته بالمحيطين. فإشاعة روح الإيجابية وروح البسمة شبيها عطاء. بعد عندك علم، نشر هذا العلم عطاء. العلم قد يكون علم ديني وقد يكون علم دنيوي، وحتى العلوم الدنيوية مندوب النشر مالتها، علوم الطب، علوم الصيدلة، علوم الهندسة، بالاقتصاد، بالزراعة، بالطب البيطري، بالكهرباء، أي علم، وإضافة العلوم الدينية التي هي أكثر وحدة هي يجب أن تنشر ويجب عليها وهي تعتبر من العطاء. بعد من العطاء هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والجهاد خول مجاهدين الشهداء والجرحى واللي جاهدوا بأموالهم، هذا أعلى درجات العطاء، هذا ما نسولف به، هذا أعلى درجات العطاء. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. بعد من العطاء اللي هو عطاء النصح، أنت تجي تنصح واحد، مثلا هسه لنفرض أني إنسان عنده هي ما لي خلق كذا التصرفات عندي، يجيني واحد مثلا من أصدقائي من إخواني المؤثرين علي، يجي على كيف يقول لي يا أبا أحمد حجي أبو محمد شو تعال على كتر، يسولف وياه يا أبا الشغلة مو هيك، يا أبا الشغلة دير بالك، يا أبا الشغلة كذا، وأنا أصفن بيها والله أقول والله كلامه صحيح، هذا عطاء اللي نصحني هسه عطاء لو مو عطاء، والله عطاء. طيب انت مثلا واحد حباب وخوش ادمي بس مو زين ويا اهله، مو زين ويا مرته، مو زين ويا اولاده، يجي واحد يروح ينصحه، عطاء. انت من تروح تنصحه وتغير وجهة نظره، هذا هو جزء من اهم انواع العطاء. مو تقول ما لي علاقه وما علي ونارهم تاكل حطبهم وما لنا شغل بهم وخليه ولو انت معود شف ذولا، هذا مو صحيح. الصحيح انه انت تتدخل تدخل ايجابي، خاصه اذا عندك جاه او عندك مقبوليه، وانا مجربها ما احكي لك، انا مجربها والله واي الحمد لله جيب نتيجه، بس شنو بالحكمه والموعظه الحسنه على كيفك ويا الناس. مره انت تنصحه قدام الناس تكسره، قدام الناس وعود تنصحه انت اقول لك انت عود ليش ما هيجي، انت كسرته، تريد تنصحه تاخذه على كتربويه ترى الشغله مو هيك، شغله كيت وكيت وكيت، دير بالك على مرتك، مريتك دير بالك، ترى الرجوله ما لها علاقه بالصياح، الرجوله ما لها علاقه بانه انت تاذي اهل بيتك، مرتك تكون مامنه تحت جناحك، اولادك مربايين تربيه صحيحه. هذه الرجوله، الرجوله مو بالصياح، مو بنزع العقال والهذي، مو بالطريد، مو بالصياح، مو بالهوسه. المهم هذا النصح. ابداء المشوره، يجي واحد يستشيرك، كون تطيه تنصحه بالاستشارة، من يستشيرك كون ترجع له استشارة صحيحة، كذلك من العطاء. يبقى هالمرة المن آخر يعني ما قبل الأخير، أنا مخلي الأموال آخر شيء. طيب تدخل بين الأخوة المتزاعلين أو المتخاصمين، أنت عندك أخوة واثنين مزاعلين أو بيناتهم سوء تفاهم، هو هذا اللي خلاني اليوم أسوي هذا الفيديو بالذات. أكو فد حالة أحد الإخوان هو إنسان معروف، يعني هذا الرجل في يوم من الايام سوى فد العفو، اليوم سولف لي انه اكو اخوه اثنين هم دكاتره اصدقاء، صار بيناتهم خلينا نقول سوء تفاهم بسيط، انه واحد داز رساله لواحد والثاني هذا اللي جايت الرساله ما مجاوب عليها، فذاك زعلان يقول ليش ما يجاوب علي، فهو داخل قال له اقول لك انت جتك رساله من فلان ليش ما جاوبت علي، قال له والله ما منتبه ما ادري، قال له لا تجاوبه هذا لانه ظل بباله، جاوبه وخلنا نقوله ورجع بياناتهم ورجع المياه المجاريه. ايش قد عطاء، عطاء لا خسران بي لا دينار لا درهم، وعند الله سبحانه وتعالى كبير، هذا عطاء لو مو عطاء. عطاء نجي هسه عطاء الاموال، هو عطاء الاموال هو خلينا نقول اكثر تجليا، هو عطاء الاموال اكثر شيوعا وجزء اكثر تاثيرا في بعض الاحيان ويكون الى حد ما. احنا هسه بحاجه يا بعدنا ايتام، عندنا ارامل، عندنا ناس معوزين، عندنا ناس ما عندهم، قلنا عندنا ناس قاعدين بالايجار، وانت عندك العطاء المالي هو جزئين بالاسلام، عندنا جزئين، جزء واجب وجزء مستحب، الجزء الواجب معروف المصارف مالته، ما احكي عن الواجب، الواجب معروف المصارف مالته، بس احكي عن المستحب، يعني انت العطاء المستحب ايش قد عند الله سبحانه وتعالى كبير، ايش قد الله سبحانه وتعالى يحبه، ايش قد الله سبحانه وتعالى يحب الكريم اللي يبذل، تدري انت في لحظه من اللحظات قد تكون، وراح اخصص لها ان شاء الله
فد فيديو منفصل إن شاء الله. تدري قد تكون أنت بعطائك بسيط شيلك 10,000 دينار وتحطها بيد عائلة أو بيد أرملة، أنت قد تغير مستوى حياتك بالكامل. بس تقول لي شلون؟ أقدر أجاوبك ببساطة. قد يكون هاي الإمرأة ما لقت شغل وعدها أيتام وجاعت وما عدها وضاقت عليها الدنيا كلش، وصارت ما بين خيارين. وتدري إحنا مجتمعنا للأسف بي ناس طيبة وبي ناس مخوشوات، حطوها بين خيارين، لو الخيار السيء لو أنه أنت الله سبحانه وتعالى يهديك وتشيلها تطعم هذيك الليلة، هي بدت تضعف. فأنت من أطعمت شلت وأطعمتها الليلة عبرتها فترة الضعف، صبحت الصبح قالت لا أنا سويت بروحي وين كنت رايحة. المهم فما راحت بالمنزلق، من اللي خلصها من المنزلق؟ الله عن طريقك، الله وأنت. فأنت من خلصتها من هذا المنزلق، هاي العائلة بدل ما تكون أمهم منحرفة عذرا على الكلمة، لأن هي من تدخل بهذا السلك بعد ما تطلع منه للأسف يعني، أو أنه أنت ساهمت في سترها وستر عرضها وراقة وعدم إراقة ماء وجهها. لذلك يقولون يعني أنه هذا العطاء أنت لا تستقله، لأنه تضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، مثل ما بديت أنا بالبداية، وأنت تغير مستوى حياتها بالكامل، ويجوز أولادها بالمستقبل يكونون أولاد وين تكونون أمهم منحرفة. وش تتوقعون يعني لأمهم منحرفة شو يكونون أولادها؟ بينما بالمقابل أنت صنت ماء وجهها. هسه تقول أنا هاي العشر تالاف، نعم هاي العشر تالاف، لأنه يوم يمك يوم على غير واحد يوم على غير واحد يوم على غير واحد، وبعدين رب العالمين يفرج. ثانيا ابتلاء لك، أنت ابتلاء، يجي واحد يدق بابك بتليفون عن طريق واحد، عن طريق شخص أو عن طريق رسالة بالواتساب أو منشور بالفيسبوك، أو تجيك المحل عملك ومقر عملك أو غيره، أو تسمع فلان ابن فلان مريض أو فلانة بنت فلانة. أنت تعطي لأن ابتلاء، ابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتليك. عموما أنا ما أريد أطيل عليكم، نهاية خلاصة الكلام أريد أقول لك شغلة، رب العالمين هو رب الكرم، هو رب العطاء المعطي الكريم. فأنت من تكون معطاء وكريم راح تتخلق بوحدة من صفات الله سبحانه وتعالى. ويقال بالرواية أنه بالآخرة رب العالمين يقول له ما أجعلك وما خليك تكون أكرم مني، رب العالمين يقول للعبد الكريم يقول له ما خليك تكون أكرم مني، أني رب الكرم سبحان الله، أني رب العطاء سبحان الله، فأنت ما خليك تكون أكرم مني راح أكون أكرم منك ودخلك للجنة. وإحنا هذا كله من أخل الجنة يومئذ فقد فاز، وإحنا هذا كله نريده. سأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع غائلة الجوع والحاجة من كل بلدنا إن شاء الله تعالى، ويجعلنا جميعا معطائين ويد بيد إن شاء الله تعالى لنرضى الله سبحانه وتعالى. لا تنسونا من خالص دعائكم، والليلة جمعة، في أمان الله.